بالنسبة لدخولنا في مجلس النواب، نعم كان هناك تهميش كبير على مستوى يعني المشاركة للمسيحيين في دوائر الدولة وفي القرار السياسي. كان موجودين أكيد نواب، ولكن النواب حسب يعني وليس تقديري، تقدير المسيحيين بأن صوتهم ما كان مرتفع ولا قوي، وكان صعبين باختيار القرارات المهمة لصالح مجتمعنا المسيحي طيب وأهلنا. بعد دخولنا في مجلس النواب أكيد كل كتلة سياسية أو كل نائب إذا يريد يمرر قراراته ومواضيعه اللي تخدم أهله وناسه، أكيد يجب على أن يكون تحالف مع كتل سياسية أخرى ليمرر قراراته. طيب فأكيد كان في بادئ الأمر تم التحالف مع تحالف الفتح والأخوة الأعزاء زملائنا، ومررنا الكثير من المواضيع والقوانين التي هي بصالح أبناء المكون المسيحي. فأكيد من خلال تحالفاتنا مع القوى السياسية تم تمرير العديد من القوانين بصالح أبناء المكون المسيحي وبصالح جماهيرنا عامة. فأكيد هذا هو الاختلاف. كان في سابق الأمر النواب السابقين أتصور متقوقعين على أنفسهم، لا توجد هناك تفاهمات تحالفات سياسية أو أمور أخرى هي لتمرير القوانين التي هي بصالح جميل.